جالس يصيغ لك ثلاث اربع دوال، خلي سجاد كمل شو اسمه الشير مالته، خلينا نشوف العرض مالته وبعدين. إن شاء الله. الواء كمل كمل اذا تريد كمل حشي. ما عندي شيء ما عندي شيء، شو ما موضوع عندي خالد؟ شيء، استفاد من اللغة. شباب بس احنا وين وصلنا للسكوب قبل شوية ووقفنا؟ السكوب احنا على مدخل واحد، فاحنا نحتاج لمدخلين من الاد ومن المالتيبلكسر، فقلنا نضغط على السكوب دبل كليك راح تطلع لنا هاي الواجهة السوداء اللي تشوفوها، مو نعم واضح. قاعد تشوفون علامة الدش لي هذا؟ شلون علامة الدش لي؟ نعم. نضغط عليه كليك يسرى طلعت لنا هاي الاوامر، دي يقول لك نمبر اوف انبوت. احنا ايش قد نريد هالانبوت؟ نريدها اثنين، فنخليها اثنين. هاي صارت هسه عندنا اثنين. هسه ايش راح نسوي؟ راح نبدي نربط الربط مالتها الدائره. هسه هذا الملف البي دي اف الرابط بالسرعه. هذا الربط الاول ياخذ الاول والثاني الثالث، يعني بالسرعه كلها بالسرعه. هسه راح نربط ونشوف. شباب هسه هذا الجزء من الربط الأول واضح لكم؟ واضح. هذا هسه راح أربط الجزء الثاني اللي هو المالتيبلكسر. المالتيبلكسر هو كل همين كل بن يربط على نفس البن مالته، يعني الأول ويا الأول والثاني ويا الثاني والثالث ويا الثالث لحد الأخير، يعني هم بالتسلسل. وهذا شنو فايدة البلوك؟ نور هذا مالتي بلكسر، يعني يجمع الموجات، ويا اد يجمع الموجات. يعني احنا عندنا مجموعه هارمونيك. هسه احنا ليش استخدمنا الساين ويف هوايه؟ لانه عندنا مجموعه، يعني الساين ويف كل ساين ويف واحد يطيش موجه، احنا عندنا تسعه على مود يجمعهم كلهم. واضح لو اعيد؟ ايوه هسه احنا بالرسم راح يبين عندنا، بالرسم راح يبين عندنا هسه. شباب هسه الربط واضح ولا عيده؟ واضح واضح. هسه احنا شو راح نسوي شباب؟ هسه دكتور طارق مشينا على مجموعه مال ساين ويف معطينا اياها بالمنظومه مالته، احنا لازم نمشي عليها ناخذها انا ندخلهن.
هنا شنو؟ هذا يمثل الساين ويف الاول، الموجه مال ساين ويف الاول، هاي مال الثانيه، هاي مال الثالثه، رابعه، خامسه، لحد التاسعه. ممكن يعني شوفوا معطينا جدولين 9 قيم، اذا نحسبهم عندنا كلهم 9 قيم. هسه احنا معطينا تردد ومعطينا الامبليتيود مالتهن، الارتفاع والقيمه مالته. هسه احنا راح ندخلهن على مود نطلع الموجه. شباب من ننطي قيم، نضغط على نروح على الساين ويف الاول، مثل ياهو نريد ننطي الاول، نضغط عليه دبل كليك، دبل كليك يصغر. هاي طلع عندنا امبليتيود، هاي القيمه مالته، ومطينا فريكونسي بالراد، ننطي قيمه لهذا ولهذا. اما عندك البلاس وال شو اسمه والفيز، من يلعب بيهن؟ عوف نفسهن، واضح؟ تمام يعني تمام. فريكوانسي هنا انا بالراديان بير سكند، مو ايه، هو راد على سكند، هو راد على سكند. برنامج مالتي فريكوانسي هرتز. وين هاي بيا همين بالساين ويف؟ لا بذيك ال ديسكريت بالدي اس بي؟ لو بيا هي بالدي اس بي. نعم بالدي اس بي هو تتحكم بيا، اما تريد راد على سكند يا اما هرتز. بس هنا أنا هو مثبت لك اياه اللي راد على سكند. تمام.
الشباب واضح قدامكم شلون انت تقيم القيم الواعيه. بالنسبة لي واضح. شباب البقيه واضح. البقيه الفريكوانسي عندك بالساند يطلع بالريت لو لو بالهيرتز. وين الواء؟ اي يدخل على اي وحده بالله، اي بلوك. اي بلوك؟ هذا البلوك فريكوانسي ريت بير سكند. راد على سكند. تمام. اذا بالهرتز لازم نضربه ب2 باي. قسم على 2 باي، مو لهم اي ضربه، لا قسم تضربه قسم على ب2 باي. الدبليو شو يساوي 2 باي؟ ايه. هو هنا بالراد ملوما. المهم لازم تحوله بالراديان. هسه جدول مال ملزم بالراديان مطي. تمام. الجدول مال ملزمه، هيات الجدول مال ملزمه مطينا اياه بالراد. راد بير سكند. تمام كل شيء. هسه شباب منو عنده مشكلة؟ بلازح مو انا من اضيف ان الترددات يطلع شكل الموجة يختلف. شلون يعني يختلف؟ هسه احنا الترددات انت شو ضفتي اياه الفاكشن هذا شو ضفتي اياه؟ هو ضفتي الدي اس كلهم بي ساين ويف. هو الساين ويف يطلع الدي اس بي شكلها لما ضفت الترددات 4 على باي. لا انت اوكي، انت قديش هذا؟ هذا البلوك، هذا البلوك انت ضفتي الدي اي اس بي لو ضفتي هذا؟ لا 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 ضفت هذا بس طلعت لي شكل لما ضفت الترددات او الامبليتيود طلع دي اس بي شكله ما طلع هيك ابد. ما يطلع دي اس بي، راح يطلع لي شلون بهذا بالشكل؟ راح يطلع لي موجه ساين ويف. لا ما طلع لي انا. هسه راح نشوف انت لعد متاكده من الترددات صح ولا لا؟ اي متاكده. اطلع من البرنامج، هاي هم تصير مرات عندي يعني، اطلع من البرنامج ورجع مره ثانيه ادخل له. هسه شباب اخر خطوه راح نسويها على مود يطلع لنا الرسم مال المالتيبلكس واحد ومال الاد واحد. فشو نسوي؟ نضغط على السكوب مرتين دبل كليك، نروح على علامه الدش لهذا عندنا هاي شوفوها لاي اوت. شباب نعم نعم واضح. اللاي اوت هاي نضغط عليها، هاي هنا المربعات دلنا البيض، نختار مربعين، اختارينا مربعين نعطيها اوكي. هسه راح نطب شوفوا هذا، هسه نعزل الجزء الفوق عن الجزء الاول. هذا الجو راح يمثل الاد والفوق راح يمثل بس المالتيبلكس. فهسه الطيران ونشوف. بعد ما دا يحمل يعني العفو، هاي علامة التحميل 2%. الفوق سويها واحد، احنا سويناها واحد صار اسرع تايم. هذا الفوق بالشريط الفوق، الشريط الفوق دكتور طارق قال سووها 35% بالالف العفو. سالفة احنا سوينا واحد هسه، بس خلي يكمل تحميل على مود اسويها. تصور هاي الخطوات يعني ياخذ وقت اكثر ويعطيك نتائج اكثر دقه، لا تكبر الرقم. شباب طلع يمكم الرسم غير؟ طلع وراح. اي بس هسه واضح. من اللي قال تطلع لي موجة مربعة؟ احنا تجربة مالتنا على المربع اصلا. على المربعة تستخدم الدي اس بي ما تستخدم هذا.
الدي اس بي البارامتر الوحيد اللي يطلع لك الموجه مربعه هو الدي اس بي. هو همش لواء يقول انا ربطته بالدي اس بي. لواء موجود وياه؟ وياك سجاد حبيبي. من ربطت بالدي اس بي طلعت لك مربعه، ومن ربطت بالساين ويف طلعت لك هذا غير؟ بالساين ويف طلع لي هذا الشكل، بالدي اس بي تطلع لا تطلع مربعه. اي مو هي هو الدي اس بس بي سؤالي من نفذ الاستاذ اجت اقرب من هاي القيمه، اجت شارب. شلون يعني اقرب من هاي القيمه؟ يعني قصدك مثل اقرب، شوف هسه انت عندك هذا الاكسس الجوي، الاكسس الجوي هذا مال اد اي بس هو الموجه ساين ويف بدون مالتي بلكسر، اي مجموع والفور الساينات واللي كل وحده تغير ترددها عن الثانيه، هذا الاكسس الجوي اي الجوي والفوق هو مجموع مالتي بلكسر. الساينات الفوق صار شكلهم بعد الجمع، تمام اي مال مالتي بلكسر اللي بعد الجمع المفروض الفوق يصير اقرب للمربع. شنو اقرب للمربع؟ هاي الموجات اقل. انا عبالي عندي مشكله بالبرنامج مالتي، لذلك كنت اشوف بس النتائج يعني. لا هسه النتائج نفس النتائج، هو حتى اليوم اللي الدكتور طارق قال عليها نفس هاي. بحالة وحدة اي بحالة بس انا بدي اشوف، بدي اشوف عندي خطا احتمال بالبرنامج بالتقسيم مال راديوم بير سكند، ما عليها. لان عندي البلوكات تشتغل على الهيرتز، اجوز خطأت بالتقسيم وبالضرب. لواء بحالة وحدة تطلع مربعة الا بالمالتيبلكسر، العفو بالدي اس بي، اما هنا تطلع لك نفس هذا بالضبط. لا لا، هو اذا صار مربع عدله معناته وصلت للانفينيتي، اي معناته دخلت مو تسع موجات، انت معناته العدد دخلت قصدك في وقت شلون؟ تصير مربعه، انت العدد شلون قصدك تريها؟ قصدي اقرب من هالشكل، اقرب من هالشكل من نفذها الاستاذ بتجربتنا، يمكن اي ضياء كان حاضر بالتجربه، اي صارت واحنا اقرب من هالشكل هذا. انا خاف خاف سد بالسويتشات. هسه عندك هذا السويتش مثلا، دلنا السويتشات لاني اصلا اللي غيناه عند السويتشات قال مو كلش مهمات يعني لا تجربه. السويتش اذا تسوي ثلاثه راح يصير في شكل قريب من شوف اذا هسه تدخل سته راح يصير شكل اقرب، اذا اي كلهن يصير اقرب كلش للمربع، هذا قصدي السويتشات احنا لغيناهن. ها لغيتوهن بعد اي وبعدين واشتغلت هنا واحده بعدين السويتشات، اشتغلت هالتجربه. اي عموما بس انت شوف الناتج النهائي، بس على مود كان عندي اشكال خاف بالبرنامج مالتي بس داخل الاخر. لا هو البرنامج ما في مشكلة، يعني نفس حلي طلع غير ماكو فرق. اي نفس الحل نفس الحل. بس انت شنو بابا لو جرب مثلا تطي بعد تسوي 18 تسوي 20 بلوك، بس تسوي كوبي بيست وتزيد الادر وتزيد المالتي بلكسر، راح تشوف الشكل هذا الفوق الاصفر راح أي. تشوفه يقترب الى ان يصير شكله مربع، وبالضبط يوصل الى مربع شارب حاد 100%، هاي بالانفينيتو. هذا شيء تعجيزي قصدي حتى من التجربه. هسه كاتب لك هنا، كاتب لك من تدخل بس ثلاثه سويتش، يعني تدخل بس ثلاث موجات راح يصير شكله اقرب للمربع، من تدخل سته يصير اقرب بعد، من يصير تسعه يصير قريب اكثر للمربع، بالانفينيتي الله يوصل مربع 100%. هذا قصدي يعني. هسه هذا لا دخلنا بعد راح يصير. هسه شوف انت سجلت تدخل كم موجه؟ انا هسه كنت مدخل ثلاثه، هسه ما مدخل ولا موجه، انت ما راح يطلع عندك شيء. اي والله خلي الاسلوب مشتغل. دخلت اربعه، هسه دخلت اربعه تغيير. بس شوف مو اربع عشوائيات اخذ السجل، ها اربعه بالبدايه خمسه بالبدايه. اوكي اي لا ناخذ بعد راح. اي هو لازم كل ما تزيد كل ما تزيد المربع اصير تقريبا شبه مربع. كل ما تزيد كل ما تقدر مربع، هذا كلام بالضبط، كل ما تزيد كل ما تقترب هاي توصل مربع حاد بالانفينيتي. انت ما تقدر تخلي انفينيتي من لا البلوكات ولا ما تقدر 20. اي 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 الا بحاله واحده تستخدم الدي اس بي اذا هيك. لا لا، تجربه الدي اس بي خطا سجاد، الدي اس بي خطا بالملزمه، ما يستخدم الدي اس بي. اعرف قصدي انه اذا تريده يوصل للانفينيتي موجه مربعه. هات له هسه لو تقرا الثيوري النظريه بالتجربه، لو تقرا الثيوري يقول لك اي داله بريودك سواء كانت مربعه او مثلثه تحللها الى مجموعه ساينات، هاي النظريه، هاي الفكره من التجربه. اي بالضبط، ما قال لنا انه شو اسمه هذا دي اس بي، مجموعه ساينات مو مجموعه دي اس بيات مثلا، مجموعه ساينات.
لا انا فهمت قصدي، قلت لك اذا تريدها توصل مربع للانفينيتي بحاله واحده الا تستخدم دي اس بي، وهذا الشيء غلط يعني. اي اي بالنتيجة غلط. اي اي بعد ما اشوف وش الاستاذ شلون يريد هالعد. هاشت ايدك ما قصرت، انا تشاك بالبرنامج وات، والله تشاك بالبرنامج مالتي. لو ما في شيء، لو عندي غلط، لان انا بالماتلاب البلوكات مالتي يشتغلون الفريكونسي بير، يعني الفريكونسي بالهيرتز. هذا اللي عندك هسه جاي يشتغل الظاهر 19 يشتغل بالراديان بير سكند. فانا كنت احول ال 5000 كنت اعطيها، كنت احول اقسم على التو باي، بس اريد اشوف الفريكونسي شلون. طبعا عندك مشكلة بالتحويل، التحويل عنده غلط. يجوز عندي غلطة بالتحويل. اي تاكد من التحويل وش على الفريكونسي، ماكو مشكلة بالتحويل، لان اصلا البرنامج يشتغل على الفريكونسي، فطبيعي تقسم على تو باي. لا مو اكو استاذي العزيز، اكو نسخ تشتغل بالراد، واكو نسخ تشتغل بالهرتز، واكو نسخ تشتغل بالاثنين. اها تمام. بس هو ال 19 يمكن، بس 14 يشتغل بالهرتز، اما البقيه لا يشتغل راديو وهرتز. حلو، خوش نبهت على ملاحظه. تشوف البرنامج ما إيه؟ يشتغل على انت تاكد لازم تحول، اذا بالهرتز لازم تحول، اذا بالراد على سكن لازم تحول. سجاد سؤال بدون زحمه عليك، جواب حبيبي. هذا الفيو طلعته انت سويت السكوب رايت كليك بالسيتنج نمبر اوف انبوت سويته 2. اي زين، هذا ظللته شنو المربعات اللي ظللت الاثنين؟ هذين ظللتين على مود يطلع لنا الاثنين ينفصلن، يطلع لي مال منين دخل؟ منين دخل؟ منين دخل هذا الرياز؟ منين اخذت هذا الرياز؟ منين دخلت؟ بس كرر لي بدون زحمه عليك. هاي اللاي اوت تضغط عليها. ادري ايش ضغطت بس انت على السكوب؟ اي على السكوب تروح، على السكوب بس راح اعيد لك اياها. هذا نفس اي اوكي اوكي اي بلاك لك بدون زحمه عليك. اعيدها. اي والله سجل بدون زحمه عليك. هذا هسه السكوب عندك، شايف السكوب؟ واضح يمك؟ ايوه اوكي. دبل كليك يسرع، واضح واضح. دبل كليك يسرع عليه. هسه صارت لي موجه واحده، شوفها موجه واحده. اذا اريدها موجتين شو تصير؟ تمام. اضغط على هاي علامه الشت. اي اي سيتنج اي. اي اللاي اوت، لاي اوت هاي. ها. اضغط عليها احدد مربعين، حددت مربعين اعطي اوكي. هسه صارت موجتين. اي ما عندي بالاصدار مالتي، ما عندي هاي. ما موجوده؟ لا يطلع عندي بس بغير طريقه. شلون؟ اهم الاعدادات لازم نفس الفاير. لا نفسها دش لي، دوس عليه. اي. اضغط عليه. حتى خاف واحد عنده اصدار قديم يعرف شلون. هسه انت مكتوب عندك نمبر اوف انبوت. اي. انا مكتوب عندي نمبر اوف اكسس. اي هي بورت او اكسس نفس المعنى. فش اسوي؟ اي نفس المعنى، شو اسوي؟ اسوي اثنين، يصير اثنين انبوت للسكوب وبالعرض يصير تو اكسس، اي راس مباشره. أي. واضح. زين تتاكد من ذا انه خف، مو مسويها ريتشوال، خف مسويها اوتو، انت وتستخدمها بايدك تحولها. اي شنو من والله؟ من والله يعني هو يتحكم وحده، اما اوتو تتحكم بيه، يعني السكوب انت يعني هاي قصدي هن انت لازم تخليهم. كانت اوتو اتذكرها، انت شنو كانت عندك اوتو هسه بالبدايه؟ انا لا انا بالبدايه هي مش والله لازم. هي من هو؟ من هو؟ من هو؟ من والله. اشيلك ما قصر السجاد رحمه الله عليك. حبيبي تدلون بالخدمه عليك تدلون. شوف والله شنو التفاصيل، شنو المشاكل اللي صارت عندي؟ اكثر هسه بنيه حوراء ايش قاعد عندي؟ شنو على الواو وياي العفو؟ اي موجودة انا بس جاي احاول ما جاي يصير مثلها. شنو الموجة؟ الموجة اللي جاي تطلع موجة دي اس بي، ما جاي تطلع يعني الموجة اللي طلعتها. زين تقدرين تسوين مشاركة للشاشة؟ مو انا ساين واي هاي شوفيها. واضحة عندي شلون لا؟ اي واضحة، راح اعيد انا واشوفها. تمام مو تأكدي من يمها، هذا شوفي تأكدي من يمها. ها هي خلاص ما عندي شيء يعني.